طيب اهل الجزيره والتدريب في ملعب مختار التتش، والتدريب هيكون الساعه 6، ولكن قبل نصف ساعه من التدريب معانا من خلال بث مباشر على الهواء مباشره الزميل العزيز محمد توفيق مفد قناه الاهلي. توفيق مساء الفل، اخبار التدريب عندك؟ اكيد هيبدا 6، بس يعني من خلال بقى معرفتك بالكواليس والمعلومات ولقائك بالجهاز واللاعبين، مدى استعداد الفريق لماتش انبي وابرز اللاعبين اللي ممكن نشوفهم في ماتش انبي ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي؟ مساء الخير الزميل العزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي في كل مكان. زي ما انت قلت بالفعل، يمكن استعداد هنا على قدم وساق في ملعب مختار التتش بالجزيره استعدادا لملاقات انبي باذن الله في مباراه دور النصف النهائي لبطوله كاس مصر. يمكن ده الموسم طبعا المنقضي، وان شاء الله اللي هنكملها باذن الله يعني اول السنه الجديده ان شاء الله رب العالمين، يعني بطوله 22 23 مكمله معانا لغايه 24 باذن الله رب العالمين. يمكن يا محمد من بدري جدا، يمكن التدريب ميعاده 6، ولكن من الساعه 4 بيبدا توافد اللاعبين، الجهاز الفني، الجهاز الطبي، كلهم موجودين. خليه نحل هنا شغاله جوه ملعب مختار التتش بالنادي الاهلي هنا في الجزيره، كل واحد بيعمل الدور المنوط بيه. يمكن الجهاز الفني المعاون بيحضر الملعب لبدء التدريبات، مستر مارسيل كولر بيبدا يحضر الوحدات التدريبيه وكافه التفاصيل. طبعا جهاز التحليل الخاص بتحليل المباريات واداء اللاعبين بيعرض تقاريره اول باول على مستر مارسيل كولر. فبجد يا محمد يعني فعلا شبه خليه نحل شغاله في عمل متكامل ومتناغم علشان نشوف الاداء اللي بنشوفه في الملعب، ودايما يا رب يكون اداء مميز، ودايما يا رب يكون حظ البطولات من نصيب النادي الاهلي. زي ما انت قلت محمد، ان شاء الله التدريب هيبتدي فيه تمام الساعه 6. التدريب النهارده هيكون تدريب شامل كامل على كل اللاعبين، هيكون التدريب الاساسي والرئيسي استعدادا لمباراه انبي بعد ما الفريق حصل على اجازه بالامس من التدريبات. طبعا الفريق كان اتمرن على طول بعد مباراه سان جورج اليوم التالي على طول، كان تدريب بس مجرد استشفاء للاعبين الاساسيين لعب المباراه، وبقيه اللاعبين خدوا تدريب قوي جدا مع الجهاز الفني. النهارده كمان مكملين باذن الله، هيكون تدريب قوي لجميع اللاعبين الموجودين في قائمه الفريق. وعايز اطمنك بقى محمد، انت بتتكلم على اللاعبين مين موجود مين مش موجود، يمكن طبعا النهارده عايز اطمنك بقى على اللاعبين كلهم الغايبين من فتره. كريم ندود يمكن بدا الجري حوالين الملعب، عمرو السوليه، محمود متولي، كلهم خلاص في المراحل الاخيره من برنامجهم التاهيلي والاستشفائي. خالد عبد الفتاح يمكن طبيا الحمد لله سليم يا محمد، ولكن الجهاز الفني مع بالاتفاق مع الجهاز الطبي بيفضل ان هو مثلا ما يخشش في المباريات، يعني لتقليل امكانيه الاحتكاك بينه وبين اي زميل في الملعب، علشان بس انت عارف ان كان الموضوع صعب جدا والعمليه اللي تم عملها دي في الكتف. فهم بس يعني منتظرين فتره، وبعد كده هيتشارك عادي في التدريبات الجماعيه، وهيبقى متاح كمان في المشاركه في المباريات، ولكن لحين الاطمئنان بس على دراعه بشكل كامل. كمان يمكن مودست محمد ما فيش اي اصابه او اي حاجه، هو اللاعب موجود في التدريبات، ولكن طبعا كان معمول له جهاز يعني من قبل الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر، معمول له برنامج بدني يعني اضافي وتدريبات بدنيه مكثفه في هذه الفتره الماضيه، ولكن هو فنيا يعني طبيا الحمد لله لائق تماما وجاهز للمشاركه في المباريات. مشاركته من عدمها دي بترجع للجهاز الفني ورؤيته في الملعب. رضا سليم يمكن النهارده هيبقى فيه اختبار ليه من قبل الجهاز الطبي يا محمد، يحدد امكانيه مشاركته في مباراه انبي من عدمها. يعني على نهايه البرنامج كده ومع بدايه التدريب اقدر اقول لك ان شاء الله رضا سليم في قائمه انبي ام خارجها، باستثناء كده كل اللاعبين الحمد لله حالتهم الفنيه والبدنيه اكثر من رائعه. كل اللاعبين بقى اللي بقالهم فتره ما بيشاركوش يا محمد موجودين عادي في التدريبات، ولكن طبعا يعني مشاركتهم من عدمه دي رؤيه الجهاز الفني. ان شاء الله النهارده التدريب زي ما قلنا هيكون في تمام السادسه والنصف، هيستمر تقريبا لمده ساعه ونصف. بكره ان شاء الله هيكون التدريب الختامي اللي ان شاء الله هينطلق فيه تمام السابعه، ومن بعدها يعلن مستر مارسيل كولر قائمه المباراه للمبيت في احد فنادق القاهره الجديده بالقرب من استاد القاهره. وان شاء الله يوم الاربعاء 4 اكتوبر يكون ان شاء الله النادي الاهلي على موعد مع التالق، وباذن الله حصد بطاقه الصعود للمباراه النهائيه للحفاظ على لقبه العام الثاني على التوالي باذن الله رب العالمين. تمام يا محمد. طب يعني فكره الناس القلقانه شويه لو منعم مش موجود، اكرم توفيق، مودست، رضا سليم، انت بتطمن كل الناس ان شاء الله اللعيبه كلها هتكون موجوده وجاهزه، والامر بس بيتعلق بوجهه نظر فنيه لمارسيل كولر. كانت ناس كانت قلقانه ان الكادم اللي اتعرض لها منعم في ماتش سان جورج ممكن تمنعه من المشاركه في المباراه القادمه، لكن انت بتطمن الناس كلها لعيبه موجوده مفيش اي مشكله بخلاف السوليه ومتولي ونيدفيد وصلاح محسن. باكد لك يا محمد، محمد عبد المنعم ما فيش اي شكوى خالص، هي بس كانت مجرد كدمه، ولكن اتدرب عادي مع بقيه الفريق التدريب الاستشفائي، والنهارده ان شاء الله موجود في التدريبات ما فيش اي شكوى طبيه خاصه بيه. موتس زي ما اكدت لك هو بس كل الحكايه ان ما كانش موجود عشان طبعا ظروف القيد، فما كانش موجود في مرتين سان جورج، فالجهاز الفني استغل دوت ان يعمل له برنامج يعني بدني مكثف في هذه الفتره عشان يقدر يجيب فورمه بقيه اللاعبين، يبقى يعني يوصل لاقرب نوع من اللاعبين اللي بداوا فتره الاعداد من قبله تقريبا باسبوعين. لكن بقيه اكرم توفيق كمان
موجود يا محمد سليم بنسبه 100%، مشاركته من عدمها زي ما قلنا. ده لما مستر مارسيل كولر يكون شايف ان اكرم قادر على المشاركه باذن الله. رضا سليم الحمد لله يمكن الاسبوع اللي فات كله كان بيعمل بس تقويات للكدمه اللي كانت حصلت له في الركبه، ولكن هو الحمد سليم الجهاز الفني بس زي ما قلت لك ده بقت خلاص سيستم في النادي الاهلي، مفيش اي لعيب هيتم المخاطره يا محمد. الحمد لله انت عندك سكواد محترم، عندك لاعبين على مستوى عالي جدا في كل المراكز، كل المراكز الحمد لله مميزه في النادي الاهلي، فانك تجامل بلعيب او تشارك وهو مش سليم بميز 100% ده مش موجود في النادي الاهلي خالص. ان شاء الله بس هو زي ما قلت لك النهارده اختبار طبي لرضا سليم، ومع نهايه مع بدء المران ان شاء الله اقدر اقول لك ان كان موجود في مباراه امبي ولا لا، وان كان باذن الله الاقرب نتمنى ان يكون ان شاء الله موجود ويزين قائمه المباراه قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه. وكل اللاعبين احنا طبعا في حاجه لجهودهم زي ما مستر مارسيل كولر قال في تصريحاته بعد مباراه سان جورج، الموسم طويل جدا ما عنديش لاعب اساسي واحتياطي، كل اللاعبين سواسيه والحمد لله انا راضي جدا عن قائمتي، وان شاء الله كل جمهور النادي الاهلي كمان يكون راضي عن اللاعبين، ويكون ان شاء الله كلهم عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي في الفتره المقبله. توفيق، لو عندك كلمه اخيره او خبر ممكن تختم بيه لقائك معانا. عايز بس اشيد يا محمد زي ما قلت لك بكل العناصر الموجوده في منظومه الكوره بالنادي الاهلي، كان جهاز فني جهاز طبي حتى كمان عمال الخدمات، يعني زي ما قلت لك يمكن الناس بتعرف ان مثلا التدريب مننا الساعه 6، ولكن بجد يا محمد من قبل الساعه 4 كمان بيبقى الناس موجوده شغاله على قدم وساق هنا، كل واحد بيعمل دوره، كل واحد بيجهز كل الحاجات المنوط بيها، بجد خليه نحل. عشان كده يا محمد يمكن ربنا بيكرم وبيوفق عشان كل الناس اللي موجوده بجد بتتعب وبتشتغل من قلبها عشان المكان اللي بتحبه، وعشان دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه ويبقى دائما في صداره الفرق سواء في افريقيا او كمان في مصر باذن الله رب العالمين. باذن الله. الزميل العزيز محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من مقر النادي الاهلي بالجزيره قبل نصف ساعه من بدايه تدريب الفريق استعدادا لمواجهه انبي في كاس مصر. قبل ما اطلع لفاصل كان عايز برضه اوضح لحضراتكم قرعه دوري الابطال ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه، احنا اتكلمنا عليها في حلقه يوم السبت وشرحنا كل كواليسها وتفاصيلها والفرق المرشحه والمجموعات ممكن تبقى ازاي، واللي احنا قلناه طبقا للتوقعات هو اللي حصل دلوقتي، مفيش حاجه قلشت الحمد لله مننا. فالتصنيف الاول اهلي وداد ترجي سان داونز، التصنيف الثاني شباب بوليسداد، طبعا باذن الله هيتاهل النهارده بعد ما يعدي يعني عقبه في بطل سيراليون، وسيمبا وبيراميدز وبترو اتلتيكو الانجولي، المجموعات كلها هتبقى قويه جدا. التصنيف الثالث مازيمبي، الهلال السوداني، يانج افريكانز، اسك ميموزا، كلها فرق مصنفه ولها باع كبير جدا. تخيل انت بتتكلم على المجموعات وتلاقي مازيمبي في التصنيف الثالث، تروح للتصنيف الرابع تلاقي فيه النجم الساحلي، فانت تخيل مجموعه ممكن يقع معاك مثلا بيراميدز والنجم ومازيمبي، او بيراميدز والهلال والنجم، يعني عارف لا وارد جدا ممكن كمان يقع معاك سيمبا ويانج افريكانز، يعني ممكن تلاقي في مجموعتك الاهلي سيمبا يانج افريكانز، والتصنيف الرابع بقى انت ونصيبك، يطلع النجم الساحلي، يطلع جالاكسي البتسواني، نوازيب الموريتاني، ميديام بطل غانا. وبالمناسبه بمناسبه القرعه يعني وتاهل الفرق، بوجه التهنئه للاشقاء في دوله موريتانيا على تاهل الفريق نوازيبو، لاول مره بطل موريتانيا يتاهل الى مرحله دور المجموعات. الاشقاء في موريتانيا، موريتانيا دوله عربيه سعداء بالتاكيد بتواجدهم في دور المجموعات، فألف مليون مبروك على تواجد موريتانيا وبطل موريتانيا نادي نوازيبو في دور المجموعات. نتمنى ممكن نكون موجودين مع الأشقاء في قرعة المجموعة، يمكن الأهلي ما راحش موريتانيا من سنين أو ما راحش خالص أعتقد يعني، فممكن البطولة دي تبقى فرصة جيدة للقاء مع الأشقاء في موريتانيا خلال الفترة اللي جاية. عموما القرعة إن شاء الله يوم الجمعة في إحدى الشبكات الرياضية في جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، ونتعرف بإذن الله على مين منافسين الأهلي في هذه البطولة. والنهاردة عندكم سؤال الحلقة، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراكم بالتأكيد على توقعاتكم للقرعة، وكل واحد يتخيل كده قرعة الأهلي هتبقى إزاي. دي كانت أبرز الأخبار والمعلومات اللي معانا النهاردة في فقرة ترند الترند. فاصل، وبعد الفاصل نبدأ نشوف آخر أخبار الترند.